هل يمكن أن يسود هذا المنهج بدلا من أسلوب الإزالة والتحطيم وتكسير النفوس وقفل الأبواب وتحطيم العائلات، تعالوا نجد فرصا للناس؟ ده اللي هنشوفه في الحالة بتاعة الكشك اللي احنا هنشوفها، وهي حالات متعددة ومختلفة. كشك مرخص بمدينة بورسعيد عمره يقرب من 60 عاما، توفي صاحبه منذ 5 سنوات تاركا أسرة تعتمد على ذلك الكشك كمصدر رزق وحيد، حتى فوجئت الأسرة منذ أيام بإزالة الكشك من قبل المحافظة. أنا بنت صاحب الكشك هنا هون، أنا وأخويا، تمام، أخويا لسه في التعليم وأنا متجوزة، وهو الكشك دوت بيصرف على بيتين، تمام. هو الكشك كان محطوط هنا هون، الكشك بقاله أكتر من 60 سنة ويعتبر من آثار بورسعيد. أنا ست أرملة ومعايا بنت وولد، وليا كشك في شارع الجمهورية، ماليش باب رزق إلا هو. السبت بالظبط ابني كان واقف فيه، مفيش يعني ابني مسافة ما اتصل بيا، ماما الحي ده عايزين يشيلوا الكشك خالص، مفيش 10 دقايق مسافة ما لبست بس ونزلت أجري لقيت المنظر الكشك فضوه خالص، وهيشيلوه. طب ادونا انذار، ادونا فرصه نتكلم، طب مفيش الكلام ده خالص. اللي حصل انا كنت في الشغل، جالي تليفون اللي الحق الكشك بيتكسر ومطلعين الحاجه طبعا ورامينها والكلام دون. سبت الشغل جري ورحت على الكشك. هو الوحيد اللي وقف جنبنا وخلى الكشك ما يتكسرش خالص هو رئيس مباحث اسم الشرق اللي اسمه محمد زكريا، هو ده اللي خلى الكشك ما يتكسرش. يعني هو لولا كان زمانهم اصلا دغدغوا الكشك خالص. الكشك كله ديون، حتى كان معايا قرشين محوشاهم لابني عشان اكمل تعليمه، لقيت الكشك بيقع، رحت حبيت اطلع معايا فلوس اليتيم حطيتها تاني برضه في الكشك، قلت علشان نسترزق منه مكان ما يقع خالص. جينا نبص من كتر التكسير وخساير خساير خساير، ما نفتحوش شهر، يتقفل شهرين. سيادة المحافظ لو قالوا الكشك ده مبني بقاله أكتر من 50 سنة، المفروض ما يتشالش، المفروض سيادة المحافظ كان إيه في سندنا إحنا، في صفنا إحنا، عشان إحنا غلابة يدسوا علينا. والله حسب الله ونعم الوكيل. هي كانت صعبانة عليا بس والله يا حاج، وهي صعبانة عليا هي وأخوك. هم قالوا في التلفزيون اللي هم يعني هيرخص حاجات زي دي، بدل ما يعني هو هيعمل ايه صاحب الكشك ده؟ هو ما فيش اصلا شغل في البلد والبلد حالها واقف. طبعا يا جماعه يعني هي الست طلبت اخفاء وجهها على اعتبار ان يعني قالوا اهلنا من الصعيده يعني مش عايزين يشوفوا الست وهي بتبكي بهذا الشكل، مع ان اللي يبكي اللي يجب انه يخجل هو المسؤول اللي يشوف يتعامل مع هذه القضيه ازاي. مفيش مانع لو في مشكله في المكان، ما تخلونا يا جماعه نرسي قاعده يعني نفتح ابوابا بدلا من اغلاقها، وبدلا من تكسير النفوس وتحطيم العائلات خاصة هي بتنفق على ولادها. يعني خلونا ناخد ده منهج، ماشي نشوف مكان تاني لهذه السيدة ونرخص لها ونصرح لها ونشوف أماكن متعلقة بكده. السيدة أمال رمضان صاحبة الكشك معانا. يا مدام أمال أهلا بيكي. أهلا بيك يا أستاذ وائل. أنت بقالك كام سنة بالكشك ده كده؟ 50 سنة وكمان يا أستاذ وائل. يعني 50 سنة الكشك ده كده زي ما هو في مكانه؟ مكان موجود مكانه وما اتحركش ولا سنتي، الأول مرة يتشال الشيلة ديت يا أستاذ وائل. طب إيه اللي جد جديد بعد 50 سنة؟ أقول لحضرتك في فندق ورانا، هو صاحب الفندق اللي هو اللي عايز يمشينا من المكان، هو الرخصة متجددة وكل ورقه تمام يا أستاذ وائل، هو صاحب الفندق هو بقاله أكتر من يعني أنت مرخصة وكل حاجة يعني؟ كل حاجه مترخصه يا استاذ وائل، وورق كله مظبوط وكله تمام، مفيش اي حاجه مخالفه. هو صاحب الفندق شايف ان المكان ان الكشك شكله مش ملائم يعني لفندق يعني؟
زي ما حضرتك شايف يا استاذ وائل، الكشك برضو يعني احنا مجددينه برضو عشان المكان، وعلشان المكان العام برضو احنا مجددينه ومظبطينه ويعني ما فيش اي مشاكل. هو ما عرفش ليه هو اللي صاحب الفندق هو اللي تعبنا وعلى طول مشاكل 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 يا استاذ وائل. انا شايفك مجدداه يعني، والكشك شكله كويس. ما انا بقول لحضرتك احنا جددناه علشان المكان العام يبقى شكله حلو، ما يبقاش كشك قديم عشان المنظر العام، احنا جددناه برضه عشان نرضيه. طيب فالناس شالوا الكشك زي ما احنا شايفين كده وقفلوا بيتك يعني. حضرتك زي ما انت شايف الصور بالظبط يا استاذ وائل. ولا في انذار يا استاذ وائل، ولا هنشيل ولا هنحط ولا اي حاجه يا استاذ وائل. ولا بيهمهم البشر، ولا بيهمهم البشر. ولا بيهمه لما يعمل ده. طب اديها مهله يا سيدي، هقول لها بعد شهر هنعمل لك ازاله. والله يا استاذ وائل ولا ساعه ولا ساعه، مسافه مبني اتصل بيا وقال لي يا ماما الحق الكشك، مسافه لو البس مفيش 10 دقايق وصلت الكشك. انا جاي انهيار على المنظر اللي انا شفته يا استاذ وائل، انا جاي انهيار هناك. انا ماليش رزق الا الكشك دوت يا استاذ وائل. وغير كده وكده يا استاذ وائل صاحب الفندق تعبنا تعبني تعبني تعبني. طيب قولي لي بقى انت عندك اولاد ايه يا مدام امال؟ معايا محمد اولى الدره ومعايا اميره بنت متجوزه. طب والكشك ده الكشك ده اللي بينفق عليكم كلكم؟ مفيش الا باب رزق هو باب الكشك بس. طيب هنا طبعا رئيس الحي ولا هو هنا، وهل وصلتوا صوتكم للمحافظ؟ يا مدام امال احنا رحنا لسياده المحافظ. هو اصلا القرار جاي من سياده المحافظ مش من الحي، القرار نفسه جاي من سياده المحافظ. طيب يعني انا يا جماعه بعد القاعده التي ارساها الرئيس السيسي في مؤتمر الشباب، تعالوا نجد قال البنتين شطار، الست دي كمان ست شاطره 50 سنه بتنفق على عيلتها، ما نقفلش الابواب والبيوت نشوف بديل يعني. طب خليكي معايا عشان معايا الدكتوره رغده اللي هي صاحبة العمارة وبنت صاحب الفندق. دكتورة رغدة اهلا بيكي. بحضرتك حضرتك سامعني؟ انا سامعك، اتفضلي يا دكتورة. اهلا بحضرتك يا استاذ وائل. طبعا انا سمعت وهي بتتكلم الكلام اللي هي قالته ده كله. مبدئيا بس انا هدي حاجة بسيطة هنت بسيط لحضرتك عن ان هي الكشك ما اتشالش واترمى، هو الكشك اتنقل مسافة 50 متر بس، سالوه ونقلوه مسافة 50 متر بس. ليه السبب؟ أولا أنا دكتورة في كلية سياحة فنادق قسم إرشاد، تخصصي آثار. العمارة اللي تحتها الكشك دي عمارة أثرية اتبنت من سنة 1900. طب هي بقالها 50 سنة، هي بقالها 50 سنة كده. كان كشك جرايد حضرتك، كان كشك جرايد، غيروا النشاط وقلبوه سوبر ماركت. أولا الواجهة رخام بأونكس أثرية داخلة تحت كوردون آثار يعني بي متصنف بي، ما ينفعش احنا نلعب في الواجهة او نكسر في الرخام او ندخل اي حاجة فيه. عاملة الكشك فرفورجي مكسرين في الواجهة. انا عندي صور لحضرتك عن منظر المهزلة بالمخلفات بالقاذورات اللي مرمية حوالين الكشك، قلبته سوبر ماركت، عاملة تند مبهدلة العمارة الاثرية اللي والدي اللي هي عمالة تقول صاحب الفندق اللي تعبها بيعمل لها صيانة سنوية لانها اثار قبل ما يركب. طيب خلينا بس نقلل حدتنا مع الناس يا دكتوره رغده، يعني مش يعني ما يعني هتقولي وجهه نظرك بدون اهانتها يعني. لا انا من غير اي اهانه، انا ما اهنتش خالص، انا بقول لحضرتك ان احنا بنحافظ على الاثار وكل اللي حصل ان المسؤولين. طب ما انا بقول لك يا بقى لها 50 سنه في الكشك ده موجود، كان كشك جرايد. ما هو اختلف ايه يعني؟ اختلف ايه؟ لا ده بقى سوبر ماركت حضرتك دلوقتي. هل هي واخداه انه ترخيص كشك جرايد بس؟ ازاي بقى سوبر ماركت هو كشك؟ بنت رصيف، بنت رصيف حضرتك، دي عامله رصيف. يا مدام امال هل كلام دكتوره رغده ده صحيح؟ اتفضلي. استاذ وائل حضرتك انت شايف مساحه الكشك قد ايه يا استاذ وائل؟ يا مدام امال انا شايفه كشك. هي بتقول انت حولتيه لسوبر ماركت. يا استاذ وائل يبقى ازاي عاملاه سوبر ماركت؟ انت حضرتك شايف مساحه الكشك قد ايه لما انا اعمله سوبر ماركت؟
وده شارع عمومي ما ينفعش اعمل فيه سوبر ماركت. والرخام انا ماليش دعوه بالرخام اصلا يا استاذ وائل. يعني طيب انت دلوقتي هل نقلوكي هل نقلوكي فين يا مدام امال؟ نقلوكي فين؟ نعم هل نقلوكي فين؟ نقلوني في حته يا استاذ وائل مقبوره زي ما بقول لحضرتك. ودلوقتي انت هتشوف المنظر قدام حضرتك، الحته مهجوره ويوم من الايام هتتباع، لاي شركه. هو فعلا في شارع الجمهوريه. طب انت واخده رخصه عن المكان اللي انت فيه ده؟ نعم. انت واخده رخصه وتصريح عن المكان اللي انت فيه، اللي انت واقفه فيه؟ ايوه معايا الرخصه ومعايا الورق كل اللي يثبت. طب هي معاها رخصه يا دكتوره رغده؟ هي معاها رخصه يا فندم. هو انا احنا ما جيناش جنبها، هو المسؤولين شافوا المنظر في الشارع بعماره اثريه ما ينفعش. كل اللي اتعملت انها اتحركت ناصيه عشان حفاظا على العماره الاثريه، اتحركت ناصيه اقل من 50 متر على شارع الجمهوريه اللي هو اكبر واعرق شارع في بورسعيد. حصل إزالة في الأرصفة في يعني هي الناس لتوسيعه لغرض توسيع الشارع، فشالوا الأرصفة ووسعوها. هي بنت الرصيف وجات لها إزالة كذا مرة بإنها تتنقل عند السكة الحديد أو عند المبنى اللي هي عنده دلوقتي التوكيلات الملاحية اللي هو مش مهجور خالص ده على شارع الجمهورية. لا أنا عايز أعرف إيه الجديد اللي جد، يعني لو هي واقفة بقالها 50 سنة ايه الجديد اللي جد يا استاذ؟ ما هي العماره اثريه من 50 سنه بقى. الشارع اتشالت لرصفه لتوسيع الشارع، هي بقت في نص الشارع وبنيه رصيف مسلح. بنيه رصيف مسلح منزله عليه الكشك، الرصيف نفسه اتشال. بورسعيد كان بتنفذ قبل كده بان الرصيف عريض وفي بواب. طيب يا مدام امال تعليق اخير منك. مدام امال تعليق اخير. اتفضلي يا استاذ وائل. اللي هي بتقوله دوت يا استاذ وائل ما حصلش، لان الحي هو اللي نقلنا واحنا معانا ترخيص، واحنا ما جيناش جنب العماره الاثريه نهائيا. ده احنا كان الكشك متسمع يا استاذ وائل، ولقينا الارضيه بتاعت الكشك بتتكسر. انا بس يا جماعه بشكركم جميعا، انا بوصل رساله يا جماعه، تعالوا نشوف ازاي ما نقفلش البيوت بس. وخاصة هي واخدة تصريح، يعني اتضح كمان انها هي معاها تصريح من 50 سنة. يعني خلونا في كل الاحوال نامل من المحافظ انه يشوف ازاي يعالج هذه القضايا، ويبقى ده منهج يا جماعة انه ما نزلش اكشاك ولا نحطم اي حد بيبيع اي حاجة. تعالوا نساعده ونقول له تعالى قنن.